عندي بعض المواقف والقصص اللي أقدر أسميها بعنوان جرائم تربوية من الأمهات. يعني واحدة من الأمهات ولدها عمره 3 سنوات ونص، وأحياناً تعرفون الطفل بهالعمر يبي يكتشف جسمه، يكتشف صدره، يكتشف خشمه، وجهه، من ضمنها أعضاء التناسلية. كلمته مرة مرتين وطفل عمره 3 سنوات ونص، لأنه ما سمع كلامها راحت أحرقت بفخوذه حتى يتأدب. يعني هي بنية أنها تبي تربيه، أحرقت بفخوذه وحركت جلده. عندي أم ثانية عندها بنت عمرها 6 سنوات، والبنت ما احترمت الأم، تشتم، ترفع صوتها، تحبسها بالغرفة يوم كامل، لا أكل لا شرب لا رعاية. ولما فتحت الباب عليها رفعت صوتها عليها وضربتها بعد. يعني هذه نقدر نسميها جرائم تربوية. ولذلك عيالنا أمانة عندنا، رب العالمين يحاسبنا عليهم. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، مو ما كان العنف في شيء إلا زانة، الرفق.